موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق، كأن الحق منحصر فيه، فلا يكن في قلوبكم حرج منه، ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به. فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع، فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه. مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب والرسل، لأنها أخبرت به، فلما وجد وظهر ظهر به صدقها. يعني الكتب السابقة بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الرسالة، فلما جاء هذا النبي بهذا الكتاب وأخبر بهذه الكتب السابقة ظهر صدقها، وبان أيضا وظهر ما فعل أهلها بها من التحريف بالزيادة والنقصان. يقول: فهي بشرت به وأخبرت وهو صدقها. ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا، لأن كفره به ينقض إيمانه بها. فلا يقبل من إنسان مثلا الإيمان بموسى أو بعيسى مع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما بشر به، ولا زال الإشارة إليه موجودة في الكتب السابقة مع حذف وتحريف الكثير من ذلك. لذلك الذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قد كفر بالله وكفر برسوله الذي يدعي أنه آمن به. يقول: لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن، ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن، يعني إشارة إلى المطابقة في الأصول الكبرى كالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، أيضا مع وجود التحريف، لكن الذي يقرأ فيها لابد أن يجد ذلك. يقول: إن الله بعباده لخبير بصير، فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها، ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة، ويتكفل بما هو الخير في كل وقت. ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارا وأرقهم وأحسنهم أفكارا وأرقهم قلوبا وأزكاهم أنفسا، اصطفاهم الله تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب. في هاتين الآيتين أو في هذه الآية إشارة
إلى قدر هذا الكتاب المبارك وهو القرآن الكريم، فقد اشتمل على الحق، نزل بالحق واشتمل على الحق، وما جاء به هو الحق من العقائد والأحكام والأخبار الغيبية سواء كانت السابقة أو اللاحقة، ولا زالت تظهر ولا زال يظهر ذلك بين يدي المسلمين ويراه الناس جميعا من أخبار أخبر بها القرآن وتحدث، وأخبار أخرى لما تحدث بعد. إن الله بعباده لخبير بصير، هو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحهم، يعلم ما به يكون أو تكون استقامتهم مما يحتاجون إليه من الأحكام والعقائد، وكذلك يعلم ما يناسب الأزمان المختلفة من الكتب، لذلك جعل بعضها مختصا بفترة معينة، وبعضها وهو القرآن الكريم هو الكتاب الباقي إلى قيام الساعة. قل هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.